مشاهدين ومتتبعين من برا حرية بريس، مرحبا بكم هنا من مدارة بلانكو بطريق عين شقف بفاس. كاميرا وطاقم فاس نيوز كيحلوا هنا لي فك لغز حفر كتواجد بالطريق المعبدة. هنا نذكر المشاهدين ديالنا بأن كتواجد دائما على المباشر بعد ما اتصلت بنا الساكنة واستنجدات بنا حول الوضعية المزرية للطريق هنا بالمدارة بلانكو بطريق عين شقف بفاس. إذا المشاهدين والمتتبعين من برا حرية بريس، نقربكم ونقربوا المشاهدين ديالنا بالمعاناة اليومية اللي كيعانيوها سائقي السيارات والدراجات النارية والهوائية كذلك بهذ الحفر المتواجدة هنا، يعني بالقلب النابض، القلب التجاري النابض لمدينة فاس. يعني هذا الحي هذا كما كتعرفوه فهو حي معروف هنا بمدارة بلانكو، يعني معروفة بالرواج التجاري ديالها، يعني معروفة بالرواج التجاري ديالها. يعني حنا ما كنتواجدوش شي دوار او شي مكان نائي، يعني كنتواجدوا في وسط مدينة فاس. وغادي نقربكم من هاد الحفر وتشوفوا المشكل ديالها كيفاش داير. يعني الساكنة استنجدات واستنجدات بالمسؤولين وما اتصل بهم حتى قرابة سنتين بعد ما قاموا بحفر هاد الطريق المعبدة ودوزوا منها بعض الأسلكة او قاموا بالإصلاحات وخلاو الحفر هكاك. وجا الناس كتكون دايزة وكتضرب في ديك الحفرة، ها اللي كيمشي للباركو، ها اللي كيطيح بالدراجة النارية او الهوائية ديالو. إذا المشاهدين غادي نقطعوا الراس الآن وغادي نقربكم هذا المشكل اللي كتعاني منه هذه الساكنة هذه. إذا كما كتلاحظوا المشكل ديال هذا الحفار هو كيتواجد هنايا، المشكل ديال هذا الحفار كيتواجد هنا. ونذكر المشاهدين ديالنا إذا تم دور أحد الأشخاص أو إحدى السيارات أو أحد المحلات التجارية على هذا المباشر فهو من محل الصدفة ليس إلا. الهدف ديالنا فقط هو تقريب المشاهدين داخل وخارج الوطن بهذا الخطر، يعني المستمر ديال الحفار المتواجده بالطريق السيار، وكيفاش المسؤولين يعني ما كيقوموش بالعمل ديالهم. يعني اربع شهور داس بعد الانتخاب ديالهم او المجلس السابق كذلك فهو له طرف او يد في هذه. كما كنلاحظوا الان شوفوا هذه السياره كيف كتوقف في هذه الحفره هذه. يعني نقربكم تشوفوا المشكل فين كاين. المشكل كاين في هذه الحفره، يعني هي ماشي حفره، يعني حفره العمق ديالها كيتعدى 51 كيتعدى 51 او 60 سنتيمتر. هنا كيتعدى الحفر ديالها، يعني هي كثيره الحفر هنا متواجده. يعني مشاهدي ومتتبعين من برا حرية بريس، شوفوا الحالة الكارثية ديال الطريق اللي كيتواجد بها. يعني الشخص كيأدي ضريبة على السيارة ديالو، شوفوا الطريق كي دايرة هنايا، إلا ما حضاش راسو هنايا البارشوك كيضرب هنا وكيطيح هنايا، خصو يجيب ديباناس ويجلب الطوموبيلة. شوفوا الحالة الكارثية ديال الطريق هادي كيفاش دايرة. يعني واخا تكون عندك سيارة رباعية الدفع راه ولا بدا خصك تمهل وتهبط بشوية هنايا. يعني الناس كي كتسمعوا الناس كيخلصوا الضرائب، كيخلصوا الضرائب الحفر شو كيداير. يعني البارح وبالامس وطيله اسبوع البارشوك القدامي ديال السيارات كيطيح هنا كيتضرب، كتلقى السياره مخطوطه هنا. هذه امراه سميتو مدينه علميه، مدينه كعندها تاريخ. والله هذه المسؤولين الله يديهم. شكرا بزاف. اذا المشاهدين والمتتبعين من برا حريه بريس، الحاله الكارثيه ديال الطريق انا نوري لكم الحاله الكارثيه كيفاش دايره. هنا من مدارة بلانكو شوفوا هاد الهوته كيفاش دايره، شوفوا الطريق كيفاش دايره. هذه هي الضريبه اللي كيخلصوها السيارات. يعني الحفار كيفاش دايره، شوفوا الطريق. يعني واخا كتكون عندك السياره رباعيه الدفع كتضطر باش تخفض من السرعه ديالك باش تقطع هذا نقولوا هذا ليزوبستاكل او العراقيل اللي متواجده هنايا. حنا كنذكروا المشاهدين ديالنا بان كنتواجدوا يعني بوسط مدينه فاس بمدارة بلانكو. يعني الحاله ديال الطريق كما كتلاحظوا هي الحاله ديال الطريق كيف ما هي. يعني واخا يكون عندك السياره خصك عندك هناك السياره كتمشي بالشني باش تدوز دوز او تقطع هذا الرصيف هذا او تقطع الطريق هذا. يعني ها الحاله كي دايره كي كتشوفوها.
نذكر المشاهدين ديالنا اذا تمدور احد الاشخاص او السيارات او المحلات التجاريه فهو محل الصدفه ليس الا الهدف ديالنا وتقريب المواطنين من هذا المجموع ديال المشكله ديال هذه الطريقه هذه قرب مدارات بلانكو. الان معنا احد المتضررين اللي اتصل بنا وباغي يوضح الراي العام ويوضح المشاهدين ديالنا على الخطر يعني المستمر واليومي اللي مستعملي هذا الطريق هذه. الاخ الاسم ديالك وقلنا المشكله ديالك شنو واقع اللي وقعت في هذا المكان هذا. السلام عليكم. الاسم بلال من مدينه فاس. بالنسبه لربط الاتصال ديالي بكم هو هذا المكان اللي راحنا واقفين فيه كي تلاحظ يعني هذا الحفر اللي هو بشكل يومي اني كنمر من هنا وكنلقى مشكل بالسياره ديالي. كيشير بالحفر نوريكم هذا الحفر باش تعرفوه. الحفر مازال كاين هذه سنه ونصف كي تلاحظ. زيد الاخ المشكل اللي كيتداول هنا كل يوم اللي خلانا ان نتصلوا بكم هو المكان ديالنا او الجلوس ديالنا اللي كيخلينا نجيو نجلسوا هنا في المقهى اللي كنضطروا ندوزوا من هذا المكان هذا اللي كنلقاو مشكل في السياره اللي هو يقدر يتقاص لنا المونتيسور يقدر يتقاص لنا بنو تعوج الجنطه. فهذا اللي كنلاحظوا ان كيتداول يوميا يوميا. اولا السؤال المطروح يعني شكون المسؤول. السؤال الثاني اللي هي هذه النقطه التي افاضت الكاس في البنيه التحتيه على مستوى مدينه فاس اللي خلاتنا نتكلموا عليها. اما الا جينا نتكلموا على المشاكل اللي كتعاني مدينه فاس في البنيه التحتيه هي مشاكل كثيره بزاف، لكن خصوصا اللي خلانا نتصلوا بكم هي هذه النقطه هذه اللي تضرينا منها بزاف. حنا كنهضروا كنتكلموا معك على المباشر والسيارات كيوقفوا بشويه يعني سياره رباعيه الدفع كنقولوا يعني يعني تصوبات باش تدوس الحفاري وتدوس العراقي اللي كتوقف في هذه الممرات هذه بسبب حتى كي كتلاحظ سياره يعني رباعيه الدفع كضطر يعني الحفاري كاين فما مشيتي الحفاري الناس كتدي الضرائب ديالها او لافينيات باش تبقى الطريق معبده ومصوبه مزيان. شوفوا الحاله الكارثيه اللي عليها يعني سنه 2022 وسط مدينه فاس. شوفوا الحاله كي دايره. دونك نوصلوا الكلام ديالي الله يعطيك الخير اللي هو ونذكر المشاهدين ديالنا على حسب الشهود ديال التجار والساكنه اللي هنا بان قرابه سنتين والطريق دايره هكا يعني كان المزيج القديم وكاين المزيج الحالي. ما لقطوش ونلفقوا الكلام ديالنا كله المزيج الحالي راه هذا الشيء له تراكمات. لا لا ولكن غادي تعطيني الله يعطيك الخير الكلمه باش نوصلوا الكلام يكون صادق. اللي خلانا نتكلموا على هذا الشيء هو قلت لك هذا المكان هذه هو النقطه التي افاضت الكاس في الخروقات ديال البنيه التحتيه على مستوى مدينه فاس. لكن هذه النقطه هذه ادات بشكل كبير انا كمتضرر في السياره ديالي. لكن النقطه اللي بغيت نشير ليها هو ان هذه مدارات بلانكو على المستوى ديال فاس اللي هو اي واحد تهضر له على مدارات بلانكو معروفه لا المستوى ديالها يعني خصها تكون البنيه التحتيه ديالها اللي على بواحد الشكل يعني مزيان مصلوح مزيان. راه المره هنا بزاف عندنا المره كتمشي بشكل كبير سبحان طريق عين شقف هي مستوى او طرق فيها رئيسيه اللي على المستوى السونترفيل باش تخليك انك تخول لك توصل لعين شقف ضروري تدوز من الطريق هذه. فاش نلقاو ان الخروقات اللي هي يعني بشكل كبير كما كتلاحظ الطوموبيلات هنا شوف تقدر الباشو كيطرطق شوف الباشو كله كيضرب قدامي. نقطة واحدة هو اني بعض المرات اللي كيخليني نجي نفطر هنا راه كنلقى منتخبون اللي كيجيو كيتقهواو هنا. منتخبون كيجيو كيتقهواو هنا حاليا هنا بالمجلس الجماعي وكيلاحظوا هذا الشيء وراه كيدوزوا بالسيارات ديالهم وكيلاحظوا هذا الشيء يعني كيمروهم منه. يعني بغينا غير نتسالوا شنو اللي ما خلاهمش يعني انهم يصلحوا هذا الطريق هذا. سولت احد الناس اللي كتربطوا المعرفه بالمسائل الاصلاح وكذا قال لي حق الميزانيه مازال ما خرجت. انا والله العظيم يعني لا هذا الشيء الى يعني كيشمئز يعني في القلب خصوصا يعني احنا في سنه 2022 مازال كنلقاو هذه المشاكل. خصك من ساكنه هذا الحي ودائما كتكون هنايا المقاطعه من تبع هذه المقاطعه هذا المكان هذا من تبع شنو المقاطعه؟ سايس تبع المقاطعه سايس ما عندكمش شي منتخب المقاطعه هذا بعشر يخدموا المهام ديالهم يعني ياخذوا كراسي والمكاتب ديالهم واش ما عمرهم جاو لاحظوا هذا المشكل اللي كاين هنايا؟ هذه 4 شهور باش قلتي خداو الكراسي ديالهم دونك واخا هذه 4 شهور كانت حمله فيها عنوان تستاهل ما احسن
يعني كنا كنشوفوها واش تستاهل ما احسن في هذا الحفاري اللي يعطيونا حفاري جدادين ولا تستاهل ما احسن في الاصلاح ولا تستاهل ما احسن في شنو المقصود. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه حنا كنهضروا على المنتخبون. انا كنهضر شخصيا اني كنلقاهم بعض المرات دايرين رينيو هنا في وسط المقهى واش فهمتي. فهذا يعني مش كندروس على ان كنقول لك الاجتماع يعني بشكل رسمي ولكن الاجتماع كابيناتهم كيكونوا داخل راه كيشوفوا هذه المسائل هذه يعني بالطبع كيلاحظوا هذه المسائل هذه كيلاحظوا ما يمكنش. دابا حنا كنا السياره ديالك دابا انت ملي كنتينا شنو وقع في السياره ديالك؟ انا راه الجنطه عواج راه تصوبتها يعني اللي خلاني نصويت هذا الصويت موديل 2021 ضربت هنا في هذه الحفره هذه ضربتها في هذه الحفره هذه شكون المسؤول؟ شكون اللي غيصلح لي؟ ونزيدك واحد القضيه لافينيت اني عاد خلصتها لافينيت تعطلت بشكل واحد السيمانه زادت عليا 120 درهم يعني ما دخلت ديك الضريبه على لافينيت كي كتمشي شكون المسؤول يعني مديوره باش نصوبوا بها هذا ماشي مسي وزيد وزيد راه كاينه الطريق طرقه كثيره اللي غنهضروا يعني عليها يعني نذكروا المشاهدين ديالنا بالحاله الرديئه ديال الطريق او هذه الطريق كما كتلاحظوا السيد اللي وقع له ضرر في السياره ديالو الحاله هي هذه يعني الحاله هي هذه كما كتلاحظوا يعني حفر يعني حفره مور حفره كل حفره يعني كما كنلاحظوا شوفوا الحاله ديال يعني قرابه سنتين او ما يفوق سنتين والحاله ديال الطريقيه هذه يعني اي سياره بغات تدور من دوز من هنا او دراجه ناريه خصها تخفض سير تصريح ديالك تصريح ديالك ما قدرناش ما قدرناش ما قدرناش ما نهبط انا وماما مريضه ما قدرتش نزدح بها هنايا شو ما هاد الطريق يعني الضريبه كتخلصي لافينيات الضريبه باش تقطع الطريق مصوبه والله الروايد اللي كيتسحقوا غادي نديروا لهم سي كنشكرك على الصراحه ديالك شكرا انا والله اول مره جايبه ماما تاخذ الحوت هنا ولكن ما قدرناش ندوز والله ما قدرنا ندوز وهذه لمده سنتين والناس الساكنه عيطتنا والمصدر شحال ما حضر له البارشي سنتين انا غير مره طلع لي الدم انا غير مره طلع لي الدم شكرا الاخت نهارك مبروك نهارك مبروك اذا مشاهدي ومتتبعي منبر حريه بريس كما شفتوا يعني الساكنه والمواطنين يعني كيجاوبونا كيهضروا معنا بصراحه يعني يعني كيف يعقل واحد يخلص لافينيات وكتخلص الضريبه ديالك وهاد الحفار مازال كاين في وسط مدينه فاس قرابه سنتين هما كاينين يعني فين كاين الخلل واش المسؤولين ما شافوهاش واش ما كيقوموش بعمل ميداني او جوله ميدانيه في هذا المكان هذا ولا ما كنظنش وفين هو رئيس المقاطعه ديال السايس اللي محسوبه عليه هذا اللي تحت النفوذ ديالو هذا المكان هذا من غير هذه المسائل هذا الشيء راه كيتحمل المسؤوليه حتى حتى العمده ديال فاس انه كيتحمل المسؤوليه في هذه المسائل يعني كما جاء اخ التصريح ديالو فهو حر في التصريح ديالو اللي قال لك يعني ما يمكنش تدوز في مدينه فاس وتلقى حفره في وسط مدينه فاس وانت كتخلص الضريبه ديالك كيقول لك علاش مع كيخلصوا الضريبه خصنا نرقاو الارض او الطريق معبده بشكل جيد شوفوا الحاله الكارثيه اللي عليها يعني الحاله الكارثيه اللي عليها الطريق كيفاش دايره نذكر المشاهدين ديالنا بان كنتواجدوا بمدرسه بلانكو وسط مدينه فاس المشاهدين من زاوية أخرى بعد ما خدينا تصريحات ديال المواطنين وديال السائقين هانتوما كيفاش كتشوفوا يعني الله يحفظ تقدروا بأنك كارتر الزيت يعني تقدروا بيطيح لك كارتر الزيت أو وقع لك شي عطف في السيارة أو يطير البارشوك الله يسر الناس مواطنين كيخلصوا الضرائب ديالهم ولا فينيات باش يلقاو الطريق معبده شحال من دراجه ناريه طاحت هنايا شحال من واحد تعرض للحادثه هنايا والسبب كما كنعرفوا هو هاد المنتخبون يعني ما كيقوموش بواحد جوله ميدانيه في القطاع ديالهم ما كيقوموش بجوله ميدانيه في القطاع ديالهم باش يعرفوا الحاله المزريه للبنيه التحتيه ديال الطرق هنا اذا مشاهدي ومتتبعي منبر حريه بريس كنت مع المباشر نشوفوا الان كيفاش خصك تخفض من السرعه يعني خصهم يقوموا بواحد تكون هناك واحد العلامه ديال تخفيض من السرعه
لان كاين الحفاري وحفره يا حفره كما كتلاحظوا الناس كيفاش كتدمر غير بشويه. هانتوما كتسمعوا لي زامورتيسور يعني كيفاش كيديروا في هاد الحفاري هادي باش يتجنبوا توقع شي عطب او يتقاص البارشوك او الكارتير بالزيت، يعني حالة مزرية للطريق هنا، رغم ان المواطن او السائق كيأدي واحد الضريبة باش يلقى الطرق فيه حالة جيدة تكون معبدة بحالة جيدة. هانتوما كيفاش كتشوفوا ها الطريقة الحالة ديال هادي قرابة سنتين ويا هكا، وشكون اللي شاف فيك وشكون اللي جا؟ فقط هي من انتخابات كانوا كيدوزوا. وكيعطيو الوعود باش كون يصوبوا الطرق ويتم الترصيف ديالها. هانتوما كتشوفوا السيارات كيفاش كيدوزوا هنايا. يعني الامور واضحه، نتمنوا من المسؤولين يكونوا يشوفوا هذا المباشر هذا وياخذوا بعين الاعتبار يجيو يقضوا ويحضروا الخدمه ديالهم، يعني اللي صوت عليها الخدمه ديالهم كيصينوها المواطن، المواطن الفاسي بالخصوص يكون الطريق يعبدوا الطريق ماشي يقوموا بعمليه ترقيعيه، ما تكونش هناك عمليه ترقيعيه ويجيو يروحوا شويه الزفت وشويه الحجر ويقضوا هذه الطريق هذه لا تكون يعني تكون بشكل جيد اللي تكون صالح المواطن وصالح السائق. اذا مشاهدي ومتتبعي منبر حريه بريس، كنت مع المباشر من مداره برونكو، قربنا المشاهدين ديالنا وتمنوا هذا المباشر يوصل للمسؤولين حول الوضعيه الكارثيه للطريق. يعني كما كتسمعوا الناس كيتشكاوا يقول لك خلصوا الضرائب سرقوا الطريق بحاله جيده، يعني واخا تكون عندك سياره رباعيه الدفع راه لا يوقع لها عطب هنا، ربما اذا كان عندك سياره فيها الشني ربما يمكن ما توقع شي عليك شي كارثه. هانتوما كتشوفوا الحالة كيف ما هي. إذا مشاهدي ومتتبعي من برا حرية بريس، كنت مع المباشر من مدارة برانكو، شكرا لتتبعكم وإلى اللقاء في مباشر آخر إن شاء الله، شكرا لكم.